أو المجالية ما بين جهات، نجد أن أربع جهات تمثل 60.7% من الناتج الداخلي الخام. نذكر جهة الرباط سنة 16.7، الدار البيضاء 36.9%، دار جامعة الطوال الحسيمة 10.3%، ثم فاس مكناس 9.1%. هناك مشروع للحكومة لتقليص هذه الفوارق من 44% إلى حدود 39% إلى حدود سنة 2025، كما عبر الاستثمار الجهوي. نجد أن أيضا ميثاق الاستثمار الجديد يعمل على تأهيل المناطق الناقصة بمنحة تمثل 10% لمناطق صنفت بأ يعني ألف، و 15% لمناطق صنفت بباء. بالنسبة للقانون المالي 2023، نجد أن الاستثمار العمومي هو مقسم على أربعة. نجد أن المقاولات العمومية تمثل 47%. هنا نجد أن هناك استثمار عمومي لمكتب الشريف للفوسفات المتمثل ب 140، الهدف ديالو هو رفع المصادرات ب 90% والتصدير لأكثر من 40 دولة إفريقية، خصوصا في الظرفية ديال الأزمة ديال الطاقة. 32% بالنسبة للميزانية العامة المتمثلة أكثر في السياسات العمومية، تأخر لدي إصلاح التعليم بما في التعليم العالي 2.4%، وكذا الصحة. ثم صندوق محمد السادس للاستثمار 15%، 6% الجماعات المحلية. ما نلاحظ بالنسبة لميزانية الجماعات المحلية هي نوع من الاستقرار منذ سنة 2005، يعني كان واحد نوع من الاستقرار. إذا ربما يعود تفسير لهذا هو أنه بالنسبة للاستثمار العمومي المحلي فهو يفسر بنظرية فلوس بابليك، تعني أن هناك إخفاق، أن هناك ديونية راجعة للإخفاق الديمقراطي، لأن المواطن يفضل المنتخبين السياسيين الذين يكثرون من الإنفاق يعني ويخفضون الضرائب. لكن في المغرب لم نلاحظ هذا، يعني رغم سنوات الانتخابات او سنوات ديال التسيير، لان الميزانيه الجماعات المحليه في المغرب فهي خاضعه لرقابه وزاره الداخليه، لا يمكن التلاعب بها حسب يعني مصالح سياسيه. هناك يعني هناك نقطه هي برزت بعد كوفيد مع انخفاض يعني مع تشديد يعني عقلانة الاستثمار المحلي، هو ارتفاع عدد البطالة. كان سنة 2021 1.51 مليون من العاطلين، ويعني انتقل 11.9% إلى 12.3% سنة 2021. بالنسبة للجانب الحضاري 16.9% بالمجال الحضاري و 5% بالجانب القروي، ثم 19.6% بالنسبة لحامل الشوارع. لكن هناك ملاحظة أن هناك نسبة البطالة مرتفعة عند الشباب، خصوصا ما بين 15 و24 سنة، لتمثل حدود 30.8%. لذلك نلاحظ أن في السنوات الأخيرة كانت هناك برامج يعني لونتربرونيا لحاملي المشاريع، كانت مبادرة التنمية البشرية انطلاقة، السنة الماضية كانت فرصة. إذا كل هذه المشاريع لاحظنا هذه يعني البرامج فهي تستهدف الشباب الذين ما بين 18 إلى 35 سنة تقريبا. إذا فالهدف ديالها هو يعني خفض من معدل البطالة وخلق واحد النوع ديناميكية. لماذا؟ لأن هذه الاستثمارات العمومية اللي كانت يعني وسيلة لجذب الاستثمارات الأجنبية، هي وسيلة لخلق ديناميكية اقتصادية وطنية عن طريق المناورة. مثلا الرومو فجميع الاجزاء التي تحتاجها فهي لا تستوردها، بل اصبح الان يعني شكون ليكو سيستم يعني المنظومه تمثل 80%. يعني حتى الشباب الذي يفكر في انشاء مشروع فلا بد العوده الى البنيه الصناعيه التي هي في طور يعني الانشاء. إذا ما قمنا بتقييم لهذه البرامج نجد أن برنامج إدماج 97.74%، تحفيز 15.559،
ثم تأهيل 21,000 أبراج 250,000 على مدى سنتين، انطلاقة 27,000 لكل سنة خلال شهر أغسطس، فكانت 49,822، وأخيرا فرصة 10,000 منصب حصلت في جهة طنجة طوال حسيمة على 10%. وأشكركم على المزيد. شكرا جزيلا. كنت بصراحة أود أن أكافئكم.